نوبة بعد عرض احدث كليباتها بابا فين، وهو من اخراج اللبنانية ليلى كنعان، ومحقق نجاح كبير جدا، واللي بتقول في احدى مقاطعها والقرد النوبي، وهو ما اعتبروا اهل النوبة اهانة ليهم وطلبوا بوقف عرض الكليب والتحقيق مع هيفا لتوجيهها اهانة ليهم. وهو ما نفته هيفا وهبي، وقالت انها من عشاق اهل النوبة وموسيقاهم، وانها ما تقصدش ابدا اي اهانة لاهل النوبة، لانها بتكن ليهم كل الاحترام والتقدير.